بعد جسر الصرافية هناك قصة جديدة حول هذا الجسر عفوا. يعد جسر الصرافية أحد أجمل وأكبر الجسور ببغداد، يربط جانبي الكرخ والرصافة. خضع الجسر لأعمال ترميم وتطوير خصوصا بما يتعلق بمنظومة الإنارة على مقتربات الجسر، ولكن يبدو أن خطأ ما قد يتسبب بحصول كارثة لا سامح الله. إذ حذر ناشطون حذروا المارة من خطأ في إنارة جسر الصرافية قد يتسبب بصعقة كهربائية للمارة عندما لاحظ وجود الكهرباء في أحد البراغي المثبتة أسفل الجسر إلى جانب الممشى الخاص بالمشاة. السلام عليكم للأخ محمد سامي، هذا جسر الصرافية البارحة مشادي له إنارة هنا وجزاهم الله خير أهل الكهرباء. بس للمعلومات تباوع لهنا باوع هذا الخط الحار، هذا خط حار وهذا خط حار العفو بارد. هذا الخط الحار أي واحد راح يجي بهذا الممشى اللي هم نوروه راح ينتل، طفل إيده تتحرك ما حسبته حسابه، شخص ما منتبه، إنسان كبير ممكن يتكى على هذا. فعلى العموم هاي الملاحظة بلكت تنشرها وتنبههم. تداول رواد المنصات والبيجات مقطع الفيديو للتحذير وإيصال المناشدة إلى الجهات المعنية من أجل معالجة الخطأ الوارد بأسرع وقت ممكن. حظي مقطع الفيديو بانتقادات وتعليقات كثيرة، اخترنا لكم منها هذه النماذج التي ستظهر على الشاشة. نبدأ من تعليق كتبه نزار. يقول نزار في تعليقه: ملاحظتك حلوة وشي حلو سويته، بس خدمة وسويها، جيب لك تيب كهربائي عازل على مود ما حد ينثل وعلى طول الجسر، والله سبحانه وتعالى يكتبها بميزان حسناتك. تعليق من بارق العزاوي يقول: مد ايدك عليه وتأكد منه ينتل لو لا، على مود يصير الدليل مع الإثبات. الله على الشرح المفصل والدقيق. شنو هاي لو نجيب واحد ونتله بالمكان حتى توصل الفكرة عملي أحسن. تعليق آخر من خفيفي يقول في تعليقه: خلي أظلم ولا هاي الدقة، كيابلش كبرى كهرباء مخلي تموتون العالم، هذا شغل ما الناس عاقلة. تعليق آخر من محسن يقول: على فكرة هذا البرغي ما بيه كهرباء، الزمه وشوفه الكهرباء داخل البلاستيك، لو جايب در نفيس فحص وشايف بيه كهرباء لو لا، لأن هذا الجهاز اللي بيدك يقرأ كهرباء وراء الحائط. هناك أيضا تعليق من سنيورة: أنت بدال النشر والهوسة وبدون فائدة شان سويت إجراء يحمي ليمشون، إذا لا سامح الله أحد لزمة شوية إحساس بالمسؤولية يكون أفضل من التصوير، بس إحنا شعب يموت على الطشة. تعليق آخر من إحسان: المفروض ينعدم اللي يشتغل بهيجي شغل، شنو خالين أسلاك ظاهرة، المفروض يمدون إنبوب وتدخل بداخله وانتهى، وأبوك الله يرحمه لازم يسوون شغلة بها نقص ومو تمام.